أحد المواطنين من مدينة الموصل يتحدث في المقطع التالي بحرقة وغضب عن الأحوال التي وصلت إليها الموصل بسبب الفاسدين من المحافظ ومجلس المحافظة، وكذلك تحدث عن دور المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات والجهات التي تعمل كما قال لتخريب المدينة، حيث دعا إلى الانتفاض ضد كل الفاسدين. فلنتابع. يريدون تأخذون ثارهم؟ نعم تأخذون ثارهم، ما يريدون منكم معي. جاي ننعن ننعن ننعن، شنو ننعن؟ احنا نريد نغير. روحوا على مجلس محافظة اكتسحوا. خليه يطير هون، شنو هذا اللي شعيتهم معي؟ يتحكمون بمصير أبناء الموصل، شعيتهم بنات. ثم يريدون تخصون محافظ فاسد، هم راح يجيبوا لكم محافظ فاسد. وهم راح تقع العبارة، وهم راح تجون تنعن. ظلوا هذا اقول لكم، بيكم أبناء الموصل؟ بدون سباع؟ اتقوا شر الحليم اذا غضب، انتوا لازم تغضبون، ما يفيد بعد، ما بالتحمل يا اخي اذا راح نظل هالشكل يوميا مجموعه من عندنا راح تموت. اكو مؤامره على هذه المدينه، على هذه المحافظه، يريدون يفيدون هذه المحافظه، يريدون يقرضوها. ليش هم ما يعرفون؟ ما يعرفون من المكاتب الاقتصاديه؟ ما يعرفون الفصائل؟ ما يعرفون عصائب الحق؟ ما يعرفون الخزاعي شو يسوي بالوصول؟ كل شيء يعرفون يا اخوان، لا بس تنعون. تعالوا من اجل التغيير، غيروا هذه المدينه، غيروا هؤلاء الفاسدين، غيروهم يا اخوان. مو بس جاي ننعي ننعي ننعي، شنو ننعي؟ جاي شفنا النعزه ونشبع لطم، شفنا عندنا ميت ونشبع فيه لطم، جاي نصور امام الفضائية بدنا ننعي؟ لا والله، خلينا نروح نقعد ببيوتنا. الشهداء ما يريدون عندكم نعي، الشهداء يريدون الثار الثار الثار. اخذوا ثارهم، شبيكم؟ شبيكم ما تهزكم؟ هزة بسيطة صارت هزتكم. هاي العبارة ما تهزكم، هاي الكوارث ما تهزكم، آلاف المعلف اللي تحت الأرقام ما تهزكم، المدينة المخربة المدمرة ما تهزكم. لا تسمعون حكي لجنة تقصي الحقائق وجدت لحماية الفاسدين. أول تهمة تهموا أهل الموصل.